يستر علينا اتاخرنا قوي النهارده. طب ما تردي طبعا اللي عمال يزن ده. لا ده عادي هكلمه انا عشان رصيده ما يخلصش. يا اختي خايفه على فلوسه قوي كده. طبعا. والمحمول حلو. بطلي قري بقى واشتري لك واحد. الو ايوه علي. لا زي انا ما بتقول خايفه على فلوس. فلوس ايه اللي انت خايفه عليها؟ طب ده انا معايا خبر بمليون جنيه. بجد خبر ايه؟ قول. لا مش هقول لك لغايه لما اشوفك. ايه مفاجاه؟ احلى مفاجاه والله. طب قول ما تشوقنيش. قلت لك مش هقول لك لغايه لما اشوفك. انا لسه استنى علي لحد ما اشوفك. يا ستي ما انا هشوفك كمان شويه. صغيرين جدا 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 جدا. ليه انت فين؟ انا هنا يا استاذه. انا هنا يا استاذه. ايه ده؟ انت اللي فين بقى؟ وحشاني هموت واشوفك. هموت بطل بقى وقفي الموبايل. انت اللي طالبه ايه بقى؟ وكتر فلوسي يا دكتور ولا ايه؟ مش خساره في فلوس الدنيا كلها. مش خساره في الخبر. قولي لي مبروك. هتسافر صح؟ ومش بس كده وانت معايا. مبروك يا بنت. احتشمي انت في حاله من الجماعة. ده جوزي يا بنت التعبيطه ولا ايه؟ ايه يعني؟ ما مصر كلها متجوزين يبقوا كده عيني عينك قدام الناس. طب يلا يا رندا يلا. انا عازمكم بمناسبه السفر والبعثه. هو انا لازم اجي معاكم؟ طبعا لازم تيجي معانا. بقول لك يا بنتي انا عازمك. والله يا دكتور كان نفسي بس النهارده لابسه القميص الاخضر ما تلبسش الجيبه الحمراء بتاعت الخروجات. هنا عينك هتطلع على العزومه يلا. لا والله يا بنت خالي عيني هتطلع على حاجه ثانيه. اتكلوا انتوا على الله. طب عيني في عينك كده؟ اهو. اتكلوا بقى على الله. بصراحه كده انا ماليش مزاج اجي معاكم. يا بنتي هو انا بخيل قوي للدرجه دي؟ طب يلا بقى يا دكتور خد مراتك وامشي من هنا. اتكلوا على الله يلا. خلاص يا علي يلا بينا. باي باي يا هلا. بنت بتفهم. بيني وبينك انا كنت فعلا عايز اقعد معاكي لوحدنا. وانا كمان. انا جيت. مستني مين؟ انا بقالي ساعتين قاعد عشان اشوفك. بجد وحشتيني. وانت كمان وحشتني قوي. بجد بجد. انت عارف انا عمال الف في الجامعه من الصبح قلت يمكن اتصل فيك في اي حته بس ما شفتكش. انت بقى طول النهار صورتك قدام وشي ما بتفارقنيش ابدا لحظه. يا لهوي يا هنا على الكلام الحلو اللي عمال اسمعه من ساعه ما جيت البلد دي. عارفه هنا ما تكملش وما تقولش اي حاجه تاني. انا كلمه زياده هسخسخ منك في الارض. ايه ده؟ ايه؟ انت ربطت شعرك تاني ليه؟ خالي عاوز كده. بس انا عايزه مفروض. نفرده. ما تفاهي زغاريت بقى يا ماما. هو احنا لسه زغرتنا؟ يا دوبك دي اول الزغاريت. يلا استعدي بقى يا دكتور. هو انا كنت مصدقه؟ طب والله لحد دلوقتي ما انا مصدقه. اشرب يا دكتور اشرب. متشكر قوي. اقول لكم الحق وانا بتنازل ما كنتش مصدق. قلت هيرجعوني شغلي وهيتنازلوا عن القضيه ويلموا حكايه الضرايب لان مالها سند. لكن اللي ما كنتش مصدقه ان علي يرجع البعثه تاني لان دي حاجه مش سهل. اتضح انها سهله قوي يا عمي. طول ما معاك باور وقوه اي حاجه في الدنيا ممكن تتغير وتتبدل. ربنا يوقف حالهم زي ما وقفوا حالك يا امال. ربنا سبحانه وتعالى بيرتب لنا ويعدل لنا كل حاجه. اللي حصل ده عشان دعاء تسافر مع علي. شفت بقى؟ سبحان الله فعلا. رب ضرة النافعة. كانوا عايزين يضرونا وهم نفعونا. إلا أنتوا هتسافروا يعني من غير شر بعد امتحانات دعاء؟ وبعد النتيجة ما تطلع كمان عشان إن شاء الله ناخد معانا الليسانس ويعتمدوه هناك في لندن. حضرتك عارفة إن قرار السفر طلع لي أنا لوحدي. ده غير إن طبعا في شوية اتصالات أكيد هتاخدها فترة طويلة. حتى وحشيني يا بنتي يا دعدع. إيه يا أمال؟ إيه حكايتك؟ زغاريت ولا نهنها؟ لا لا يا أخويا ما فيش نهنها. ما فيش. زغاريت على طول إن شاء الله على طول. طب سمعينا زغاريت. عنك أنت يا أستاذ مجاهد. روح ذاكر يا إبراهيم ومالكش لعب العربيات. أنا الحمد لله ذاكرت وعاوز أريح شوية. تريح شوية؟ تقوم تمسك البلة؟ الله يريح بالك يا ابني. يا سلام يابا. أهي الدعوة دي بالدنيا بحالها. وان شاء الله ربنا هيوفقني واجيب مجموع. انا اللي يرضيني عاوز كليه تشرف. ان شاء الله يابا. كليه من كليات القمه. طب صيدله. صحيح يا دكتور. ياه يا ابني ده انت تبقى من المسعدين بصحيح. انا عاوز ادخلها عشانك يابا عشان اعوضك تعبك ده وارضيك. الله يرضى عنك يا ابني. الله يرضى عنك. يلا شد حيلك. انا عاوزك تبقى زي اولاد الاستاذ عبد الحميد. وان شاء الله هجيب مجموع اكبر من محمد ابني. بليه بس شوف بتوع الشهادات عهدين العلام والكلام. دول مش اصحاب الشهادات يا عم مجاهد. دول اصحاب الملايين. حمد لله بالسلامه يا مزمزيل. الله يسلمك يا عم. محسوبك مجاهد.
ممكن تاخد بالك من العربيه، انا طالعه ونازله على طول. من عينيا يا بسبوسيه. اتفضل. ميرسي قوي. الف الف شكر. شكرا. جايه للاستاذ احمد. عقبالك كده يا ابو خليل لما تجيلك حاجه كده هاي لايف. مساء الخير. اهلا يا نجار. ازيك يا دعاء؟ اهلا يا نجار، تعالي. ميرسي يا طنط. انا كنت جايه اسال على احمد. انا اسفه قوي. اسفه ليه يا بنتي؟ يا اهلا. ازيك؟ ازيك يا انكل. معلش انا اسفه. لا مفيش معلش يا بنتي، ده انت فيك الخير. على كل ان احمد ما راحش الجامعه النهارده. اتفضلي اتفضلي. دلوقتي اتعدلت يعني مش تعبان ولا حاجه. يا عم انت مالك؟ خليك في مذاكرتك. يا ريتها كانت جت من زمان. بقول لك انت مالك بالحوار ده؟ شوف وراك ايه. احمد. نعم يا دعاء. اقول لك على مفاجاه. نجار جت. ياسين ما هو سامع وقام نط من على السرير. له حق يا عم، لفت عليك الجامعه كلها النهارده وجت لحد عندي وسالتني، ما قدرتش تستحمل، جت تطمن. قولي لها نايم. نايم؟ اه تعبان. في ايه؟ انتوا متخاصمين بقى يا دعاء؟ قولي لها تعبان. طب اقول لك، قوم بس غير هدومك كده وروق السرير ده، قوم لحسن هتدخل تطمن عليك. اقول لك قوم قابلها بره، قوم لحسن دي هتدخل ما بيهمهاش. وانت بقى جاي تطمني على احمد عشان ما راحش كليه النهارده؟ يعني يا انكل. يعني ايه؟ امالك يا بنتي حزينه كده؟ خلاص كلم احمد ما يغيبش عن الجامعه عشان انت ما تزعليش. احمد زعلان مني انا؟ مستحيل، لو زعل من الدنيا كلها مستحيل يزعل منك انت. ده مديون لك بحياته واحنا كلنا مديونين لك باماره الاسوره والسلسله اللي في رقبتك. ميرسي يا انكل. طب احمد زعلان منك ليه؟ ساعة ما عرف ان انا مسافرة وزعلان مني. وانت مسافرة فين؟ مسافرة انجلترا. حاولت اكلمه كتير لكن ما كانش بيرد عليا. كنت حضرتك دايما بترد فكنت بتكسف اتكلم. كنت بنزل فيك شتيمة على اني واحد بيعاكس. انا استحملت كتير قوي يا انجل. استحملتين انا ولا احمد؟ عموما انا اسف، ما كنتش عارف ان انت اللي بتطلبي. اشربي. اتفضلي اشربي ورواقي. ازيك يا هنا؟ كويسه. يا رب تكوني كويسه. خلي بالك بس ان البتاع الدلدق لسه ما تخلي مسحه. قولي لاحمد نجار هنا. يلا هو متاخر ليه؟ يلا. حاضر يا خير. وانت هتسافري ليه؟ بابا هو اللي عايزني اكمل دراستي هناك واخد الدكتوراه. اه قصدي بالك عن مصر. بس ده معناه انك هتغيبي 3 4 سنين. مش عارف بس جايز اغيب سنه بس. انا خالي هناك عنده بيت في لندن وبابا عنده بيت في ويستمنستر. ويستمنستر. في حد يتاخر على ضيوفه يا احمد؟ ساكن نجار. نجار زعلانه منك قوي. دعاء يا دعاء. عايز ايه من دعاء يا عم؟ كنت عاوز شاي. خير يا عم؟ ايه الحكايه؟ مالك؟ بصراحه نجار ابوها ضغط عليها تسافر انجلترا تعيش هناك في وست مينستر. الله، ده حي الاغنياء واللوردات هناك. ابوها فؤاد نصار بيعرف اللوردات وعايش معاهم. انا شخصيا ما اعرفش غير لورد واحد، اللورد كرومر اللي قتل المصريين في دونشواي ودرسوه لنا في التاريخ. ايوه خير. عاوز حاجه؟ انده لك دعاء اعمل لك حاجه؟ مش عايز دعاء، مش عايز حد، روحي. وطي ايدك، حد على وشك. وخلي ماله. ماله يا هلا؟ والنبي بقى ما انا عارفه ماله. عمال كده يسخط وينطر فيا مش عارفه ليه. ازاي؟ معرفش يا حبيبتي، زي ما هيكون عنده بقى خيار وفقوس. خيار وفقوس ده ايه؟ ايه مالك يا بنتي؟ مفيش حاجه يا مرات خير. طب بطلي غلبه وتعالي كملي السلطه يلا. هو ايه اللي حصل؟ انت يعني ما شفتيش ايه اللي حصل؟ من ساعه ما البنت الصفرا دي جت وهو شايل على دماغه من فوق وناقص يحط لها في الارض حنه تمشي عليها، وكمان خلاها يا احمد يقعدوا لوحده. طب وانت ايه اللي مزعلك في كده؟ يعني ايه اللي مزعلني؟ انت برده دعاء ولا ايه؟ ده انا لما اتاخرت مره واحده بس
كان ناقص يلطشني بالقلم على وشي وفتح لي سين وجيم. ما هي بنت فؤاد نصاب وانا بنت البطه السودا. لا انت بنت اخته يخاف عليك من الهوا الطاير. ولا عايزاه يخاف عليا ولا حاجه. ان شاء الله يا رب العفاريت تشيلني عنك. يا رب تشيلك يا شيخ. ان شاء الله يا رب عشان استريح من البيت ده بقى واخلص. خدي بالك يا اختي من اللي بتعمليه. لا الاكل يشيط وخطيبك يسيبك. والله العظيم لو خالك هو اللي سمعك لا هيشيط من اللي انت بتقوليه. ركزي ركزي في الصلاه. وانا اللي كنت بقول يا رب ما تكونش بتحبه زي ما بيحبها. انت بتقول ايه؟ بقول لا اله الا الله محمد رسول الله عليه الصلاه والسلام. كان لازم افهم من يوم ما قلعت ذهبها ورمته لهم في المستشفى عشان يلحقوا احمد انها بتحبه. وبصراحه البنت تتحب. انا نفسي اما بشوفها جايه له ببقى فرحان بيها وقلبي بيرفرف. طب يلا يا اخويا اللي قلبك بيرفرف انت. امال انا ما بسمعوش ليه يا عبده؟ عشان سمعك تقيل. طب يلا يا اخويا اللي سمعك ست على ست انت. انت مالك بقيت رومانسي قوي كده؟ وانا ما كنتش رومانسي معاك يا امل. الله يرحم بقى ما تخليش الواحد يتكلم. تعالى يا اخويا وكبر على راي العيال ما بيقولوا. ما تشغلش بالك يا عبده. فتره كده وهينسوا. ابوها لازم هيبعدها عنه مش هيسيبها له ابدا. هو ده اللي مزعلني. على قد ما كنت عايزها تسافر على قد ما دلوقتي نفسي انها ما تسافرش. حرام احمد يتحرم منها. لو شفت الدموع في عينيها ساعة احمد ما دخل الصالون بصيت له وما قدرتش تنطق. بالذمة احمد مصعبان عليكي يا عبدو. احمد ده ابني يعني حتة مني. لكن ادي السما مين يقدر يطولها. جرى لك ايه يا عبدو؟ مالك؟ عارفة مالي؟ ما عنديش مال. فقير. انت مش طول عمرك تقول الغنى غنى النفس. ايه اللي خلاك تغير رايك وتتنازل عنه؟ الظاهر ان الواحد لازم يتنازل كتير قوي اليومين دول. ايوه ما دام ولادك كبروا جهز نفسك يا مستر للتنازل وجهز نفسك كمان للعشاء. يلا بينا عشان نتعشى وسطيهم ونقعد نحمد ربنا انها هتسافر وهتبعد. يلا. تقلق حاجتك ليه؟ خليهم معاك. خليهم معايا ليه؟ انا راجعه يا احمد. انت فاكرني مسافره ومش راجعه تاني؟ طيب وايه دخل ان انا اخلي الذهب معايا سواء راجعه او مش راجعه؟ مش دول شبكتي؟ لما ارجع يبقى البسهم لي تاني. البسي حاجتك. مش هلبسهم يا احمد وخليهم معاك. انت ليه مش مصدقني؟ انا حتى لو قعدت لحد ما اخد الدكتوره هرجع تاني وهتلبسهم لي وانا دكتوره. انا قلت لبابا كده. وقلت لباباك كمان انك هتسيبي حاجتك هنا؟ انا قلت له ان انا هسمع الكلام وهسافر وادرس بره. انما مش هقدر اسمع كلام اي حد فيه. هو ارتباطي باي انسان تاني. مش هتجوز غيرك يا احمد. هتستناني؟ هتروحي وترجعي تلاقيني زي ما انا. استنيني. احمد عبد الحميد دراز ابن المدرس العربي اللي ساكن في العمرانية. حبيبي خليهم معاك. ما اقدرش علشان خاطري. خليهم حتى ذكرى تفتكرني بيها لو ما حصلش. خلي حاجتك معاكي. تسلم ايدك. تسلم لي يا نجار. نجيب لك شوكه وسكينه عشان تاكلي براحتك. لا يا انكل انا اول مره احس ان انا باكل براحتي. خلاص تعالي كلي معانا كل يوم. يا ريت بس مش هينفع دلوقتي لما ارجع ان شاء الله من لندن. لعلمك بقى دعاء هي كمان مسافره لندن. هي ما قالتلكيش؟ بجد يا دعاء انت مسافره؟ اه مسافره مع عريسها الدكتور علي عشان يدرسوا هناك. يعني انا مش هبقى لوحدي بقى. اه بس احنا هناك بقى مش هنعيش في ويستمنستر. احنا يعني بالكتير قوي هنعيش في اي ضاحيه من الضواحي او حتى في حي العرب هناك. طب ما تيجوا عندي. ابوك يبعدك عننا عشان احنا نطردك. ما مش معقول يكونوا في لندن وما نشوفش بعض يا عمو. لازم يزوروني وازورهم واحمد كمان يجي يزورنا. احمد كمان؟ واي نوت. ما اكيد هيجي يزور دعاء واكيد برضه هيفوت عليا ونتفسح سوا في لندن ونعدي المانش لفرنسا ونزور باريس. والدك يروح عارف يروح بعتك لامريكا. وانا بعت لاحمد يجي ورايا. ممكن يا انكل احمد يجي يوصلني المطار؟ بعربيتنا قوي قوي. لا احنا هنركب في العربيه بتاعتنا انا وماما والسواق هيجي يوصلنا. طب يعني احمد هيوصلكوا ازاي؟
يعني عايزة يجي يوصلني المطار عشان يودعني، ممكن؟ قوي قوي، وإذا حبيتي أجي مع أحمد عشان يوصلكوا. ميرسي قوي يا أنجل، بس أنا كان نفسي أحمد يكون آخر واحد أشوفه. لما اقول خمس اعمده يبقوا خمس اعمده، انا مش بهزر. تكتب خمس اعمده زي ما قلت وبنفس البنت، ولا عندك تعليمات تانيه؟ اتفضل، مع السلامه. اتفضل مقال اهو. حضرتك فيه الاستاذ عبد؟ انا مش فاضي. استاذ مين؟ ما انت شايفني مشغول. الاستاذ عبد الحميد. عبد الحميد مين؟ عبد الحميد دراز يا استاذ. يا نهار ابيض، وسايبه قاعد بره وساكت من الصبح. استاذ انا اسف جدا جدا جدا. اتفضل يا استاذ. لو حضرتك مشغول اجي وقت ثاني. خبر ابيض، قم للمعلم وفيه التبجيل، كاد المعلم ان يكون رسولا. اتفضل يا استاذ. الله يخليه. اهلا يا اهلا. دي قيمه اندثرت خلاص يا استاذ كمال. لا يا استاذ عبد الحميد، ده لا يمكن تندثر. الثوابت هتفضل ثوابت ولازم نحافظ عليها. تاخد قهوه معايا؟ امر لنا باتنين قهوه لو سمحت. حاضر يا فندم. انا مظبوط؟ ها ساده ساده، واحده ساده واحده مظبوط. حاضر يا فندم. بقول لك ايه، انت النهارده تتغدى معايا. خلاص. شكرا يا استاذ كمال، حضرتك عارف. ما انت عارف اهو، ما انت جيت معايا وشفت كله شكوك وعنوته اول الشهر. بس احنا لسه اول الشهر. لا يا استاذ، ما هي اتنسفت خلاص من اول الشهر، واوله من الراجل بتاع الكباب. لا بلاش، معلش مش عايز اتعود على كده واهرب من البيت، مع ان الاكل بتاع المطعم ده كان طعم. خلاص، ايه رايك تعملها وتدفع انت؟ بقول لك ايه، انا محتاج حد يونسني. لا معلش، اصل انا بصراحه يعني متعود ابقى في البيت مع الولاد، ابقى وسطهم كده، مع انهم لما كبروا ابتدوا يتعبونا، بس هنعمل ايه، ولادنا. معلش سامحني في حكايه الغدا دي يا استاذ كمال. اقول لك على حاجه يا استاذ عبد الحميد، انا مش هسامحك وبس، ده انا بشجعك كمان، وبقول لك نصيحه ومن فضلك، اوعى تبعد عن ولادك في يوم من الايام، سواء كانوا كبار او صغيرين. صدقني يا استاذ عبد الحميد، التمن بيبقى غالي قوي. وانا ابي غلبان، ما عنديش تمن ادفعه. يعني حضرتك شفت في حكايه القضيه، انا كنت مستعد احارب الدنيا كلها، بس لقيت ولادي هم اللي هيدفعوا التمن، ما قدرتش. بس قول لي كده، انت كان شكلك كده مبسوط في الاول، في حاجه كويسه مش كده؟ اولا جاي اشكر حضرتك، ثانيا ازف اليك نبأ سارا. يا راجل ومستني ايه؟ عجل بالبر، فرحنا. يلا قول. دعاء بنتي وجوزها الدكتور علي. مسافرين، قرار البعثه طلع واعتمد كمان. حضرتك عارفه. ايه يا استاذ، انت فاكر انهم كانوا ممكن يتراجعوا وما يصفرهمش؟ كنت عملت لهم فضيحه بجلاجل. احنا في مصمت. الف مبروك يا استاذ عبد الحميد. الله يبارك فيك. تعال يا ابني، تعال حط القهوه هنا. شكرا. اتفضل. تسلم ايدك. شكرا. بصراحه انا مكسوف. اتفضل. شكرا. يعني انا جاي لك كده وعندي امل في خدمه، يعني بجمله الخدمات اللي بتقدمها لنا. خير؟ في مشكلة في البعثات أو في الجوازات؟ لا لا لا، ده في المدرسة عندي. خير في إيه في المدرسة؟ عندي ولد في الثانوية العامة بقاله 3 سنين. يعني والده كان سافر من مدة واتقطعت أخباره من سنين. شيء طبيعي يا أستاذ عبد الحميد إن الولد يتعثر ويضيع لما أبوه يسيبه ويسافر. ساب المدرسة وشغل جرسون في قهوة لأنه محتاج فلوس عشان البيت. فيعني بقول لو ممكن حضرتك يعني تكمل جمايلك، ولو تشوف له شغلانة بعد الظهر. هو تلميذ عند حضرتك؟ وجاري، وبصراحه انا خايف يضيع. ممكن يا استاذ كمال؟ انا هنا يا استاذ عبد الحميد، انا هحاول اشغله هنا في الجورنال بعد الظهر. بارك الله فيك ويجزيك كل خير، فانت دائما عند حسن الظن. بارك الله فيك انت يا استاذ عبد الحميد، ارسله لي فورا. هروح فين يا مستر؟ هنعيده تاني الجورنال. طب لما اقابل الاستاذ ده هقول له ايه؟ قوله انا رياض الولد البليد الغير المستهتر اللي مستر عبد الحميد كلمك عنه. شغلني ايه؟ صحفي؟ صحفي؟ الله يجازيك. هو انت بتعرف تقرا عشان تكتب؟ لا. هشوف لك شغله معقوله بعد الظهر عشان تقدر تواظب على المدرسه لحد ما تاخد الثانويه العامه وتخش الجامعه. يعني ممكن اتعين صحيح؟ لا، التعيين بعد ما تتخرج، لكن يعني يمكن يطلع لك اجر مقابل تدريب، عقد عمل بالقطعه. هو هيتصرف وابوك هيرجع. انسى يا مستر، ابوك هيرجع.
وهينسى كل اللي شافه ساعة ما يشوفك في الجامعة. مش عيل صايع بيلف على القهاوي. قولي هتروح لي كمال بيه امتى؟ يعني اطقم بس. تطقم؟ اه مش هينفع اروح له كده خالص، لازم اروح له وانا تمام. طب يعني عايز ايه؟ يعني اشوف الكاشات اللي معايا وانزل اشتري لي سويتر جاكيت وبادي. طب ما تشتري حاجه واحده بلاش اتنين. ما تقلقش يا مستر، انا برضو كنت بشتغل وكسيب. كسيب يا اخي ليه؟ اكبر خساره ان الواحد يسيب التعليم مهما كان السبب. قول لي معاك كام؟ ما تحلقليش. قول لي معاك كام وما تكذبش. لا يا مستر مش هاخد من حضرتك فلوس. ليه يا ابني؟ انت مش بتعتبرني والدك؟ والدي سابني وما سالش عني، لكن طبعا حضرتك مستحيل تعمل كده. عيب تقول كده على ابوك، وخد عشان تكمل. لا يا مستر، لا يا مستر. انت مش عاوز تشتري؟ هشتري على قد اللي معايا. متشكر يا مستر، مش للدرجه دي. ست بكام؟ ما هو على قد الكاشات اللي معايا. طب اتفضل. بكام يا مدام؟ من غير فلوس. امال انتوا فاتحين ليه بقى؟ عشان اللي زيك يشرفني. طيب هاتي لي ست حتت بقى. طب نخليها واحدة واحدة. على فكرة الجاكيت دي هتبقى حلوة عليك قوي. أنا قلت إنه جامد. وهتليق عليك جدا. بس يبقى تمن وصل. أوكي موافقة. بقول لك إيه؟ أنت بقى بتشتغل ولا لسه في الجامعة؟ لا أنا لسه في ثانوي. الله ده أنت عشري بقى. حضرتك عارفة عادل إمام في مدرسة المشاغبين؟ طبعا 14 سنة خدمة في ثانوي. لا يعني مش كتير قوي كده يعني. سنة في أولى وسنتين في تانية وتلاتة في تالتة يعني. يا خبر كل ده. بس أنا بقى متأكدة إن الجاكيت ده هيبقى وشه حلو قوي عليك، هتخش بيه الامتحان وهتنجح. أنا بشتري الجاكيت عشان أدور بيه على شغل. ألو أنت عاوز تشتغل فين؟ في الجورنال. ها بكام بقى؟ 650. شكرا. إيه غالي عليك؟ لا ده رخيص جدا، بس معلش يعني اتكشفت على قد. انا اذنك. طب استنى استنى، تعال تعال. مش هينفع. طب انت عاوز تدفع كام؟ انا بلاش احراج بقى. يو طب ادفع اللي معاك. اللي معايا ما اجيبش حتى النص. يو طب استنى بقى عشان انا هقنعك انك تشتري الجاكيت. بص البس. مش هقدر اشتريه. البس البس بقى. ما اصل بقى ايه؟ هتشتري الجاكيت ده هتشتريه. انت هتعمل لي دعايه للمحل، وبما انك رايح الشغل بالجاكيت ده يبقى انت مش هتخرج من المحل غير لما تكون شاريه، اوكي؟ هتدفع كام بقى؟ انا معيش غير 200. 200 ايه؟ يورو ولا دولار؟ اقلعه بقى. استنى بس ما تبقاش مجنون. طب هتدفع كام يعني؟ 500. يوه 400. ها بقول لك ايه بقى؟ 350. وانا موافق 350، بس كده هيبقى ناقص عليا 150 جنيه. اوكي وانت بقى ناوي تدفعهم امتى؟ طب هقول لك حاجه، لما تشتغل ويبقى معاك فلوس تبقى تيجي وتردهم، لو ما معاكش بقى فلوس وعاوز برضو اي حاجه تانية تبقى تيجي. اوكي مبروك عليك. انا مش عارف اقول ايه بصراحه. قول ميرسي وروح على شغلك. صعبه دي؟ لا طبعا دي سهله جدا. ميرسي وشكرا وكل حاجة حلوة في الدنيا. اتفضلي. شكرا. ميرسي. طب بس استنى هدخلك في كيس. لا 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 ده هيفضل في حضني كده. ميرسي.
بترص شنطتك ورايح على فين يا حتى عطور؟ هكون رايح على فين يعني يا ماما؟ رايح النادي. احنا مش اتفقنا يا احمد ان احنا مش لازمنا لا نادي ولا ناشف؟ لا يا ماما ما اتفقناش. وبعدين يا احمد؟ في ايه يا ماما؟ في ايه يا ماما؟ بقى انت جاي جري بعد ما صليت في الجامع عشان تاخد الشنطه وتروح على النادي؟ ماما انا ورايا تدريب، ولا انت زعلانه عشان راجع التدريب؟ طب ايه رايك بقى، انا مش لازماني الكوره دي خالص ولا لازمني النادي، وكفايه اللي جرالنا منه. ماما انا مش هبطل باسكت، انا ده مستقبلي وممكن ابقى حاجه. يعني انت بتعاندني يا احمد؟ طيب طيب لما يجي ابوك هقول له وهخليه يتصرف معاك بدل ما تسمعش كلامي. انت هتخوفيني ببابا ولا ايه؟ هخوفك ببابا؟ هخوفك ببابا ولا كبرت عليه؟ ابوك ايه؟ اما اشوفك بقى هتخاف منه ولا لا؟ طيب يا السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انت فين يا سعد؟ كنت في الجامع. ايه مالك فيه؟ تعال شوف البيه. بمين؟ البيه ابنك، شوفه بيقول ايه. قصدك احمد؟ البيه احمد. ايه ماله؟ في ايه؟ قول لابوك انت قلت ايه. قلت ايه يا احمد؟ مزعل والدتك؟ انا ما زعلتهاش. ما زعلانه لوحديها كده؟ في ايه؟ ايه اللي مزعلك؟ انتوا هتسيبوني واقف كده؟ ما تقولي ايه اللي حصل. البيبي حضر شنطته وعاوز يروح يلعب كره تاني، اقول له بلاش، يقول لي ده مستقبلي ومش هبطل. وده اللي مزعلك؟ يعني انت زعلانه عشان رايح يلعب كره؟ لا انت موافق؟ طبعا موافق. ما يلعبش ليه؟ لا ده يبقى ليه حق يقول اللي قاله. لا احمد ما قالش حاجه تزعل، كان معايا في الجامع وسمع خطبه الجمعه عن طاعه الوالدين، اكيد حافظ الايه الكريمه اللي بتقول بسم الله الرحمن الرحيم إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. صدق الله العظيم. وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. ولا إيه يا كابتن أحمد؟ أنا آسف يا بابا. عشان خاطري حبيبي، عشان خاطري أنا بلاش تروح النادي. ما يروحش ليه؟ لو أنت عايز يروح طبعا يروح ويتمرن كويس عشان مستواه يرتفع ويحترف ويبقى كابتن مصر ويلعبوا اكبر الفرق في العالم ويغلبوها، ساعتها هحس ان انا عملت حاجه وهو هيحس انه قدم حاجه لبلده. ارحمني يا مستر من الدروس بتاعتك دي. احمد امك خايفه عليك وعندها حق. روح النادي بس ابعد عن المشاكل. اديك شفت. حضرتك كمان شفت يا بابا، دجار سافرت والحكايه انتهت. معلش خد بالك من نفسك يا ابني. السلام عليكم. في امان الله. ما تتاخرش يا احمد. انت برضو سبته ينفذ اللي في دماغه؟ ما ينفذوش ليه ما دام صح؟ وهو الصح ان يروح النادي تاني؟ ايوه الصح ان يروح النادي. الغلط ان انا امنعه. يعني مش معقول اتنازل عن القضيه عشان خايف منهم، بعدين اقول له ما تروحش النادي عشان خايف منهم، ما ينفعش كده. يعني هو ينجر شكل للبيع يا ما ينفعش. مش شكل للبيع يا امال، بس ما اقدرش احرم ابني من النادي عشان خايف من ناس مجرمين زي دول. كفايه خوف بقى. انا مش فاهم انت مكبره الموضوع كده ليه. خلاص 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 خلاص، حقك عليا انا. اوعى بقى عشان اساوي السرير. اوعى يا عبدو اوعى. امال. نعم. احمد قال لك ايه مزعلك؟ اوعي تقولي معلش. من ساعة ما فتحت الباب وانت محموقة منه سألتك قال ايه داريتي عليا. اهو قال اللي قاله بقى. لا ما ينفعش، لازم افهم عشان لو محتاج تقويم اقومه، لو غلطانة فهمه. الواد بقول له هقول لابوك يتصرف معاك. ايه قالك ايه؟ قال لي انت هتخوفيني بابا. انا مرضتش اقولك قدامه. احسن يعني، ما هو انت لما تهدديه لازم تتوقعي منه انه يرد كده. يعني عايز يثبت انه راجل. راجل؟ راجل يرد كده؟ يعني عايز يثبت انه راجل قدام امه يعني. بس قدامي ما كانش يقدر يقولها. امل بلاش تتحمقي قوي كده بعدين، ويعني بيفوتي له حبه. يعني انت من زعلان؟ لا قولي لي عندنا غدا ايه بقى؟ دعاء وعلي هيتغدوا بره. والبنت هنا هتذاكر مع اصحابها وترجع بعد العصر. يبقى رسيت عليا انا وانت ومحمد. محمد ده اللي مزنوق وزنقنا معاه بالثانويه العامه بتاعته. يلا جهز الغدا عشان الحق راجع له. هانت الامتحانات قربت.
معلش كنت اخبطك؟ لسه جاي تلعب تاني؟ انت مش هتبطل شغل عيال اللي انت بتعمله ده؟ شغل عيال؟ طيب انا هفرجك شغل العيال. عيال ولا رجاله يا روش؟ فكر وهنتقابل. انا جيت تتتارلت والواد كمان جه تتتارلت. واد مين؟ الكابتن سلمى. يا سلامة رحنا وجينا بالسلامة. لسه مستقبله على باب النادي، كنت هاخده بالحضن في العربية وبنت اللي شعري عيني هاجرت ومش قايلها حد ويلحقوه. ايه ده الخل؟ هما بيتكلموا عن مين؟ ما بيتكلموش عن حد، ما تقلقيش. لا دول بيتكلموا على احمد ابن خالي صح؟ واحنا في النادي؟ اه. يا نهار اسود ومنيل. استني بس يا انا راح فين؟ استني يا اخي راح في 60 داهية. الله يخرب بيوتكم، اللي انتوا عملتوه ده؟ هي مين دي؟ دي هانا قريبته بالهنا والشافة. بس واحد يا باشا، هي دي بتاعت الأرياف تسوقك بأندر جراوند قوي. يا نهار اسود، نسي شكل البنات. يا هانا يا هانا استني بس، راح فين؟ استني، ممكن تسيبني العفاريت تشيلني من هنا دلوقتي؟ هتروحي فين لوحدك دلوقتي؟ لا يا اخويا استنى بقى لغايه ما ابن خالي يشوفني ويخلي النار ينيل ب 60 نيله. لا مش هشوفك، ما تقلقيش استني بقى. لا يا حبيبي، انت بقى تروح لصحابك اللي بيتريقوا عليا وتتريق معاهم انت كمان. وانت شفتيني لسه قاعد معاهم؟ ما انا سبتهم وجيت لك اهو. انا عايز امشي من هنا. هو ابن خالي بيلعب فين هنا بالظبط؟ بيلعب في ملعب الباسكت بعيد، يعني هنا مستحيل يشوفك. تعالي بقى. جاتك مصيبه لما تشيلك، غورني من هنا عيلا دلوقتي. هغورك. هو باب المخروب ده منين؟ انا مال انا ومال النوادي؟ كان يوم اسود ومنيل بجل اهلي يوم ما جيت. خلاص 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 همشيك، انت برضه ما قلتيش عليا. انا مش معقول اسيبك تمشي لوحدك عشان هتبقى ندل. لا مش هبقى ندل، هبقى بحبكيش. يلا يلا. احمد يا كابتن احمد، مالك يا كابتن؟ يا اخي مش شايف. طيب تعالى ارتاح. مش قادر. طيب استند عليا، استند عليا. ندي مع الكابتن كده 1 2 1 2. ايه يا كوتش انت علقت ولا ايه؟ تتتارات. لا 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 قصروا كده، احنا بعوالي دي تبع العولمه. تتتارات. ايه يا كابتن ما بتلعبش ليه؟ ما تقوم تفرجنا على حته كده يا كوتش، احنا مش برضو جمهورك يا باشا. تتتارلا. ما ينفعش كده يا كابتن، لازم تقوم تلعب. تعبان من ليله ما ضربتوني بالحزمه على دماغي. حقك علينا يا كوتش، اللي ليه حق هياخده. اه طب قوم روح بقى. ايه تحب نوصلك؟ لا متشكر، انا عارف السكه كويس. بس اوعى تتوه ويطلقهم نادي في الشارع ويقول عيل تايه يا ولاد الحلال. دوري يا جماعه، احنا هنا في ملعب، مش معقول كده، اللي ملوش لازم يتفضل. احنا متاسفين يا كوتش، احنا بنطمن على الكابتن بس. لا يطمن يا سيدي، اتفضلوا. يلا يا اخوانا يلا يلا. قلت لك مش لازم ابدا تروح النادي ولا تعمل اي مجهود. شفت؟ مش انا قلت له ما يروحش النادي؟ انت تقول لي يروح ليه؟ انا كنت هعلم الغيب يا امل، قدر الله وما شاء فعل. معلش يا احمد يا ابني، كل واحد بياخد نصيبه. ياخد نصيبه وما ياخدش حقه. استغفر ربك.
انا ضعت. بعد الشر عليك يا ابني، ما تقولش كده. ليه بس كده يا احمد؟ انت ليه مصر تكبر المسائل وتهولها بالشكل ده؟ انت شايف ايه؟ ما بقدرش اجري خمس دقايق على بعض. ابضعت ولا ما ضعتش؟ ضعت وببلاش. لا يا احمد، ما ضعتش ولا حاجه، والا اكون انا اللي غلطت في شغلي. شوف يا احمد، انت هتجيلي ان شاء الله المستشفى ونعمل اشعه تاني عشان نطمن. انا مش مطمن يا علي. لا يا عم اطمن، انا ان شاء الله هعمله اشعه واشوف اثار الجراحه. دي حكايه سهله مش صعبه، ما تقلقش. ايوه بس لو فضل زي ما هو كده هحس ان انا ضيعته ببلاش زي ما هو بيقول. ولاد الاغنياء ضيعوه واحنا كملنا عليه. ليه كملنا عليه دي؟ هو جوه يقول لي ضيعته ببلاش، وانت دلوقتي تقولي كملنا عليه؟ ما انت شايف بنفسك اهو، هنعمل ايه دلوقتي؟ هو ده اللي هيبقى لعيب دولي زي ما كنت بتقول؟ ولاد الاغنياء استكتروا عليه مرواح النادي ولا حتى يقرب منه. يا جماعه انتوا كده بتحسسوني ان انا السبب. لا عشان انت اللي عامل له عمليه. لا يا ابني ما اقصدش، انا متاكد انك عملت العمليه سليمه، بس هو تلاقي مخه متاثر مطرح الضرب اللي كان في دماغه. يا عمي انا كنت متاكد من الاول ان الحاله دي لازم تستمر معاه لفتره، ده لازم يحصل. طب وايه الحل؟ انا احمد لو ما خفش ورجع زي ما كان هعيش عمري كله اتعذب. لا يا عمي، ده لو اللي حضرتك بتقوله ده حصل هكون انا السبب في انه يكون ضاع وببلاش زي ما هو بيقول. مش عشان انا الدكتور اللي عمل العمليه، لا، عشان حضرتك اتنزلت عن القضيه دي بسببي انا لاجل مسافر. لا يا ابني، انا ما اتنزلتش بسببك لوحدك او بسبب دعاء، لا، انا اتنزلت عشاننا كلنا. ما كنتش عارف ايه اللي هيحصل. يا عمي لو رست على ان انا اخده انجلترا وانا هناك وعالجه هعملها. لا انا ولا دعاء هنتنازل ابدا عن انه يرجع زي الاول ويبقى كابتن مصر. يا رب. بس 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 ايه؟ انت حد مخلصك عليا ولا ايه؟ ما شافونيش في النادي، عايزهم يشوفوني تحت البيت. ولا ايه؟ بص كده الكحله راحت ولا لسه؟ كحله؟ انت بتجيب الكلام ده منين؟ ما تقولي ميك اب، ما تعرفيش تقولي ميك اب؟ ايوه ميك اب عارفه، وكنت هقول لك بس انت اللي دايما بتستعجلني. والله كذاب. استنى خدي، تكسفنيش بقى المره دي. امسكي، ها، رقم مكتوب على الشاشه وبينور وما ترديش غير على نمرتي. طب وهقول لهم في البيت ايه؟ طب يا ابني فكر لي. قول لهم واحده صاحبتي بتبيع ب 400 جنيه، اقول لك لقطه هايل اشتريها على طول. بس انا الصراحه ما اخبيش عليك، انا معايا 200 جنيه. هتقولي لي خدهم؟ ها، مش هاخدهم. لا مش هديهم لك، اصلا الصراحه عايزه اجيب اللينسز، وبعدين بقى شعري السايب ده هعمله لون اصفر كناريا، والبس اللينسز الرمادي، والبس بنطلون محزق، والحزام العريض زي البت اللي كانت معاكم في النادي. طب بس 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 سيبي موضوع اللينسز والهدوم ده عليا، انا هظبطك، هعمل لك نيولوك. ايوه نيولوك، انا عايزه اعمل نيولوك وارقد لك العيال بتوع النادي دول كلهم في الارض. هتبقي اجمل واحده فيهم كلهم. بس انا الصراحه زعلانه منك، انت ماسك لي على الواحده وما بتدينيش فرصه كده اتكلم ولا اخد راحتي معاك في الكلام. خلاص بعد كده همسك لك على الواحده ونص. ايه ده؟ ولا عيب، ما تترجص، انت راجل، عيب. حاضر، مش هترجص. طيب ابقى اطلبني على المحمول وانا هبقى اقول لهم دي البت صاحبتي بتكلمني. ماشي، مبروك المحمول يا عم. بقول لك ايه، ما ترديش غير على نمرتي. انت عبيط يا ابني ولا ايه؟ وانا اعرف حد غيرك اصلا؟ سلام.